السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الرابع من مدارس سبط الله الرائعين. احنا يمس بالوحدة العاشرة، الدرس الثاني، تمثيل البيانات بالأعمدة. ماذا يقصد بتمثيل البيانات بالأعمدة؟ هي طريقة لعرض البيانات يستعمل فيها الأعمدة الرأسية والأعمدة الأفقية زي ما أنتم ملاحظين هون. يشير طول العمود إلى عدد مرات تكرار المشاهدة باستعمال تدريج مناسب. إذا لاحظتوا يمس عندي هون شعاع واحد، شعاع اثنين، الشعاع الأول عليه عدد الأشخاص بيمثل، بلش عندي هون عد قفزي، صفر، بعدين عشرة، عشرة، عشرين، بعدين عشرين، ثلاثين، ثلاثين، أربعين، عم يقفز كل مرة خمسة، يعني إذا صفر، خمسة، عشرة، خمسطعش، عشرين، خمسة وعشرين، ثلاثين، خمسة وثلاثين، أربعين. هذا إذا لاحظنا يمس الفاكهة المفضلة عند بعض الطلبة أو عند بعض الأشخاص. رسمنا هذا الرسم البياني. الأشخاص اللي بيفضلوا التفاح رسم لي اليوم بعمود، مثل لي اليوم بعمود رأسي، عددهم 35 شخص. تقع آخرة العمود بين الأربعين وبين الثلاثين، إذا 35 شخص. اللي بيفضل البرتقال يمس عددهم، شوفوا وين بينتهي العمود عندنا، وين بينتهي رأسه، بينتهي عند رقم 30. إذا الأشخاص اللي بيفضلوا البرتقال عددهم 30 شخص. الأشخاص اللي بيفضلوا الموز عددهم، شوفوا يمس، عددهم 10 أشخاص، إذا بينتهي العمود، رأس العمود عند رقم 10. الأشخاص اللي بيفضلوا الكيوي عددهم 25 شخص، شوفوا يمس عددهم 25 شخص. اللي بيفضلوا التوت عددهم 40 شخص، بينتهي العمود عند رقم 40. اللي بيفضلوا العنب عددهم 5 أشخاص، إذا هذا اسمه تمثيل الأعمدة الرأسية، أعمدة، عمود، عمود، شايفين كيف يمس؟ كل فاكهة مفضلة وعدد الأشخاص اللي بيفضلوا هذه الفاكهة. ننتقل على الرسم البياني بالأعمدة الأفقية. أفقية، إيش يعني أفقية؟ العمود زي ما أنتم ملاحظين بطريقة أفقية وليس رأسية كما بالشكل الأول، هنا رأسي، إذا لاحظتوا هون عندي أفقي. هلا مس عدد الأشخاص عكسنا، حطينا الشعاع الأول بالأول هون، عندي الشعاع الثاني هون، شوفوا الشعاع الثاني شو حط عليه، حط عليه عدد الأشخاص اللي بيفضلوا هذه الفاكهة، والعمود هذا او الشعاع الموجود عندي هون الفاكهه المفضله. هلا اللي بفضلوا العنب عددهم 5 اشخاص وليس 10، اللي بفضلوا العنب عددهم 5 اشخاص، 5 بين الصفر والعشرة، اذا عددهم 5 اشخاص، نعدلها. اللي بفضلوا التوت عددهم 40 شخص، اللي بفضلوا الكيوي فاكهه الكيوي عددهم 25 شخص، اللي بفضلوا الموز عددهم 10 اشخاص، اللي بيفضلوا البرتقال عددهم 30 شخص، اللي بيفضلوا التفاح عددهم 35 شخص، تمام يا رابع؟ إذا عندي نوعين من أنواع تمثيل البيانات بالأعمدة، الرأسي والأفقي، هذا أفقي وهذا رأسي، كما أنتم ملاحظين أمامكم. إذا عندي نوعين من أنواع التمثيل بالأعمدة، الرأسية والأفقية. هلا رابع بدي أنتقل لهذا المثال يمس. إذا لاحظتوا أمامنا تمثيل الأعمدة أفقياً، تمثيل البيانات افقيا، تمام؟ هلا في عندي هون الشعاع الاول عليه انواع الطائر، انواع الطيور موجوده في مزرعه يوسف، يوضح عدد بعض انواع الطيور في مزرعه يوسف، بط، حمام، دجاج. والشعاع الاخر اللي بطريقه افقيه من تحت عدد الطيور، عدد الطيور بلش من 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. عدد القفزات كان يمس كل مرة زائد 2 4 6 8 10، كل مرة عم بزيد 2. هلا يمس عدد البط في مزرعة يوسف كان عندي 15، لأنه شوف يمس نهاية العمود عندي بينتهي بين 14 و16، إذا 15 بطة. عدد الحمام في مزرعة يوسف بيمثل، شوفوا هون بينتهي العمود عندي عند رقم 20، إذا 20 حمامة. عدد الدجاج في مزرعة يوسف بيمثل 17 دجاجة، كيف عرفت؟ العمود بينتهي أو بيقع بين 16 و18، إذا 17 دجاجة. هل يوجد عندي بعض الأسئلة من خلال التمثيل الأعمدة الأفقي بدي أجيب عنهم؟ ما نوع الطيور الأقل عددا في المزرعة؟ مين أقل إشي؟ 15 20 17، إذا البط، إذا البط ليش؟ لأنه 17 أقل إشي فيهم وأصغر عدد وأصغر كمية. ما النوع الذي عدده 20؟ إيش هو اللي عدده 20 يمس؟ برافو عليكم، إذا الحمام. كم طائر في المزرعة؟ كم عدد الطيور كلها في المزرعة؟
بنجمع 15 + 20 + 17 ويساوي، نجمعهم على جنب وبيطلع معي الجواب يمس 52 طائر. 52 طائرا. طيب يمس بكم يزيد عدد الحمام في مزرعة يوسف على عدد البط؟ بكم يزيد؟ لو حكيت لك ضفت سؤال رقم 4، بكم يزيد؟ ايش يعني بكم يزيد؟ عدد الحمام بكم يزيد عدد الحمام على عدد البط؟ شو بدك تعمل بهي الحالة؟ ممتازين، إذا نقوم بالطرح، الحمام عدده 20 ناقص البط عدده 15، 20 ناقص 15 إذا 5 طيور، يزيد عنه بخمسة طيور يا رابع، تمام يا مس؟